من قبل أفراد المجتمع على التسوق في هذا الشهر الفضيل. تقدم جمعية الاتحاد عدداً من الخدمات والعروض في الشهر الفضيل، وذلك في ظل نمو الإقبال على السلع الغذائية مع المحافظة على أسعار السلع بعيداً عن أي ارتفاع. كما ستكون هناك عروض ترويجية بالإضافة لامتيازات بطاقة تميز، والتي بإمكان كافة متسوقين الجمعية الاستفادة منها بالتسجيل في برنامج الولاء الخاص بالجمعية تميز، سواء كانوا من المساهمين أو غير المساهمين. وللحديث عن العروض الترويجية لشهر رمضان المبارك وبطاقات تعاونية الاتحاد، يسعدنا أن يكون معنا مدير إدارة الاتصال والإعلام بجمعية الاتحاد السيد سهيل البسكي. صباح الخير وأهلا وسهلا بوجودك ويانا اليوم. صباح النور ويعطيكم العافية، وإحنا طبعا نشكركم على هذه الاستضافة. طبعا هذا واجبنا والشكر لكم. طبعا دائما عودتمونا مو بس في شهر رمضان المبارك، ولكن على مدار السنة بشكل كامل، انكم تقدمون كل ما هو يناسب ويخدم افراد هذا المجتمع. بارك الله فيكم، هذا واجب طبعا والدور تكاملي ان شاء الله يكون ان شاء الله. نعم. باذن الله. طبعا استاذي، اول شيء خلنا شوي نتكلم عن جهودكم واستعداداتكم اليوم لاستقبال هذا الشهر الفضيل، اللي مثل ما نحن نعرف تكثر ويكثر الإقبال على الجمعيات وعلى الشراء في هذا الشهر. صحيح، بالنسبة للاستعدادات جمعية الاتحاد طبعا العمل على قدم وساق مثل ما يقولون. نعم. زدنا ساعات العمل في الفروع إن شاء الله لتلبية احتياجات المتسوقين، عدد البضائع نفسها زدناها. حلو. وركزنا على المنتجات الرمضانية. حلو. منتجات معروفة. نعم. هي في رمضان فهي من 120 إلى 150 سلعة ركزنا عليها، منها 70% سلع غذائية. جميل. و30% المتبقية للسلع غير الغذائية اللي هي رمضانية بشكل عام. حلو. بيكون إن شاء الله في عنا مثل ما يمكن أعلننا عنه في اللقاء السابق، أن في بيكون سحوبات لحملة بطاقة تميز من جمعية الاتحاد. نعم. وأيضا ممكن اليوم احنا نعطيكم شيء حصري لتلفزيون البي. يريد ان شاء الله بيكون في عنا سحوبات على 4 سيارات ميني كوبر بالنسبة للمتسوقين. حلو. فأربع سيارات ميني كوبر في انتظار المتسوقين ان شاء الله في هذا. نعم. الشهر. وطريقة الحصول على الكوبونات طبعا انفاق 500 درهم في الجمعية او 200 درهم في المولات اللي هي تابعة لجمعية الاتحاد، عدد مولين، مول الاتحاد ومول البرشة. نعم. او انهم في الفود كورت انهم ينفقون مبلغ 100 درهم. 100 درهم. جميل. وهذا. نعم. الامر يخولهم الى الفوز بهذه الجوائز والسيارات ان شاء. نعم. الله باذن الله في الشهر الكريم. نعم. طبعا اسعار السلع احنا نعرف استاذي ان في الكثير من الجمعيات، او الكثير ما بقول من الجمعيات وانما الكثير من المحال التجاريه المنافذ قد يستغلون هذا الشهر برفع اسعار معينه والى اخره رغم الضوابط الموضوعه. نعم. اليوم خططكم ايضا في جمعيه الاتحاد لي يعني التحكم بهالاسعار وعدم السماح بارتفاعها، خاصه السلع التي تستهلك بشكل كبير وكثير. نعم. صحيح. في شهر رمضان. صحيح بالضبط. طبعا جمعيه الاتحاد او الجمعيات التعاونيه خلونا نقول. نعم. يعني هي كلها تقع تحت مظله الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. صحيح. فالتوجيهات موجودة، الرقابة موجودة دائما اللي هي برئاسة سعادة ماجد الرحمة الشامسي. اليوم لو نرجع احنا نشوف التوجيهات والتعليمات اللي تطلع من معالي الوزير سلطان بن سعيد المنصوري او حماية المستهلك من الدكتور هاشم، او حتى عندنا رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة نفسهم مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية الاستاذ خالد حميد بن ريبان الفلاسي، كلها تنصب لخدمة أفراد المجتمع والمتسوقين. نعم. ولذلك حتى احنا يمكن تكلمنا في حلقات سابقة عن الدور المجتمعي اللي موجود لجمعية الاتحاد التعاوني. بعد ذلك نلاحظ ان المبالغ اللي خصصت للعروض الترويجية لرمضان هي كفيلة ان تطمن الجمهور وتقول لهم ان شاء الله جمعية الاتحاد لا تسعى لتثبيت الأسعار على. نعم. فكرة. نعم. تسعى لخفض الأسعار لخفضها بعد. نعم. مو بس نعم مو بس. نعم. التثبيت فخصصت. حلو. رفعوا السقف كانت 5 المرة الأخيرة قلنا لكم 10. صح. اليوم نبشركم ونقول لكم 15 مليون تم تخصيصه. ما شاء الله. وهذا كله طبعا بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة واللي هي حتى منها الدائرة الاقتصادية برئاسة سعادة سامي القمزي. نعم. كل الجهود تنصب لي خدمة المجتمع. أكيد. رفعنا في جمعية الاتحاد شعار أطلقه سعادة المدير العام، قال لا تسعون لإرضاء المستهلك.
لا تسعون لإرضاء المستهلك بل لإسعاده، بل لإسعادهم. حلو، بل لإسعادهم. حلو، فهي كلها إن شاء الله بتكون موجودة تصب إن شاء الله في إسعاد المستهلك بإذن الله. طبعا هذا لا يخفى على الجميع أن جمعية الاتحاد يمكن اليوم نقدر نقول أنها هي الوجهة الأولى للمتسوقين، ليس فقط في إمارة دبي، بل إحنا عندنا متسوقين يجونا من مختلف الإمارات. طبعا طبعا، نظرا للأعداد الكبيرة اللي موجودة في الجمعية، نظرا للفروع المنتشرة وأيضا للعروض اللي موجودة، يعني موجودة اليوم العروض. وأيضا كنت بتكلم أيضا عن يعني بطاقة الولاء تميز. صحيح. يعني وجود نوع من هذا، من هذه البطايق اليوم اللي تختم المتسوقين، هذا أمر بحد ذاته. صحيح. يجذب الكثير. صحيح. إلى الجمعية. صحيح. خبرنا شوي عن هذا البرنامج. برنامج تميز أو بطاقة تميز هو برنامج ولاء. نعم. تابع لجمعية الاتحاد التعاونية، ثنائي الفائدة. حلو. فأول فائدة يحصلها المتسوق أو العضو في هذا البرنامج أنه يقدر يجمع نقاط، بمجرد حصوله على 3000 نقطة يحصل مباشرة 50 درهم خصم على مشترياته. حلو. وممكن يجمعها طبعا. جميل. هذا بالنسبة للمساهم. نعم. بالنسبة لغير المساهم، المساهمين، المساهم بطاقته تكون ذهبية. نعم. نو أو خلنا شوي نشرح للسادة المشاهدين. نعم. شو نقصد بالمساهم؟ المساهم اللي هو عنده أسهم جمعية الاتحاد. جميل جميل. أسهم جمعية الاتحاد. ممكن الحصول على هاي الأسهم بأي طريقة، عبر الويب سايت؟ في لها، لا في لها شروط طبعا. نعم. مثلا يكون من سكان إمارة دبي لازم، وإلى آخره. نعم. في لها شروط ومعايير خاصة. نعم. نعم. بمجرد ما أصبح هو مساهم في جمعية الاتحاد، عضويته تكون ذهبية. جميل. اللي هي 3000 نقطة يحصل مقابلها 50 درهم خصم. هاي الفائدة الأولى. نعم. وإذا كان غير مساهم، على كل 4000 درهم يحصل، على كل 4000 نقطة يحصل 50 درهم خصم. ها الجانب الأول. الجانب الثاني أن باستمرار في عنا عروض ترويجية خاصة ببرنامج تميز. حلو. بشكل مستمر. نعم. فأنت بمجرد ما تبرز البطاقة هاي خصومات اوتوماتيكية تحصلها على المنتجات. وطبعا لين ما الواحد يحصل على هالبطاقة، شو الآلية التي يجب عليه أن يتبعها؟ بكل بساطة، بطاقة مجانية. يروح لأي فرع من الأفرع المنتشرة في دولة، في إمارة دبي العشرة، لخدمة العملاء، يقدم على البطاقة وفي نفس. جميل. اللحظة يعطونا البطاقة. جميل. المسألة ما تأخذ منه دقيقة. دقيقة. طبعا نحن يعني حابين جدا أيضا نتعرف أن البطاقة هاي كيف ممكن أيضا أن تساهم في خدمة هذا المتسوق. نعم. تحديدا في شهر رمضان، يعني أنتوا أوريدي مسوين خصومات كثيرة ما شاء الله. صحيح. في هذا الشهر، فأيضا تنطبق أو ممكن الشخص يستفيد من هاي البطاقة خلال هذا الشهر مع الخصومات الحاصلة. بالطبع بالطبع. بوجود الخصومات هاي وبطاقة تميز اللي موجودة عند المتسوق هذا اللي عندنا، يجمع له نقاط، هاي وحدة. ممكن يحصل خصومات إضافية عن طريق المبالغ اللي يحصلها اللي هي الريدمشن. أهلية الـ 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 الشخص هذا أنه يدخل في سحوبات، يمكن آخر مرة قلنا عنها. نعم. مفاجآت جمعية الاتحاد، فالمفاجأة هاي في لها سحوبات خاصة بحاملي بطاقة تميز. جميل جميل. يعني هاي فقط لحاملي بطاقة تميز. بمجرد ما أنه يجمع له 3000 نقطة يكون مؤهل للدخول في السحب. جميل. أزيدكم أن البطاقة هاي إحنا ما نعطي بطاقة واحدة للعضو. نعم. كل عضو مؤهل أنه يحصل على 4 بطاقات. جميل. بطاقة واحدة تكون رئيسية اللي هي ممكن من خلالها يكسب نقاط. من خلالها يتم عملية الخصومات. ومن خلالها عملية التعويض، أنه يقدر يأخذ 50 درهم مقابل كل 3000 نقطة. الثلاث بطائق الثانية اللي هي السب أو الأفرع. نعم. للبطاقة الرئيسية تكون حجمها أصغر، هاي اللي توزيعها هو ممكن يوزع على مثلا زوجته، على أبنائه. وكلهم طبعا مرتبطين ويا بعض. نعم. بالنهاية. حساب واحد في النهاية. حساب واحد. حساب واحد. نقاط واحدة. بالضبط. حلو. بالضبط. حلو. طبعا نحن نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم يعني المزيد من التقدم والازدهار في بث هذه الروح الطيبة في أفراد المجتمع من حيث المساهمة وأيضا يعني التسوق في هذه الأفرع، وأيضا تسهيل حركة التسوق بالنسبة لهم في هذا الشهر، شهر الخير. نحن شاكرين جدا وجودك ويانا مدير إدارة الاتصال والإعلام بجمعية الاتحاد السيد سهيل البسكي، ونتمنى لك صباح سعيد. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. شكرا.